دور المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات كان المغرب 2025 واللي تجمع غدوة بمنتخب جزر القمر 8 متاع الليل بملعب رادس، واللي يعتبرها المدرب فوزي البنزرتي مهمة من أجل ضمان التأهل. ثلاثة نقاط مهمين بالنسبة لينا باش النجم نشوف ملاعبية جدد، إذا ترشحنا بطبيعة الحال باش توقع نجربوا عدة لاعبين اللي يمكن ما خذوش حظا في الفترة هذه، يعني هذه ساعدنا ياسر حتى المستقبل المنتخب التونسي اللي عنده جون اللي عنده موان جون اللي عنده جوار اللي ما جبناهمش نوليو نجيبوهم، خاصة الصغار نجموا نعمل عليهم ونجموا نجيبوهم ونجموا نشاركوهم في المقابلات إذا وصلنا معناتها ترشحنا نهائي. منتخب جزر القمر عنده نقطتين تو صحيح ولكن قاعد يتطور برشا، تطور كبير كلهم تطوروا معناتها. القمر راه في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند هو البريمير، قبل يلعب مع غانا ومع مالي هو قبلهم هو البريمير، وعنده ثلاثه لاعبين مستوى كبير برشا، هذا معناتها الاحتياط لازم. لكن انا بالنسبه لي عمري ما خفت من الجماعه، فهمت نحاولوا نفرضوا اسلوبنا نفرضوا طريقتنا وان شاء الله ربي ينجحنا الاكثر. معناتها الجمهور اكيد يلزم يكون موجود، ونحن شفنا الايامات اللي فاتوا الجمهور ماهوش قاعد يحضر برشا ان شاء الله، معناتها ماك تعرف الجمهور يحضر في المناسبات الكبيره، فهمت تحسوها مناسبات ماهيش كبيره برشا، دونك دعوة الجماهير هذه بتكون متواجدة معناتها تشجع في المنتخب. وعلى ذكر الجمهور، عملية بيع التذاكر كانت انطلقت البارح في شبابيك ملعب المنزة، تتواصل اليوم من 9 حتى للخمسة، ونهار الجمعة أيضا من 9 حتى للستة في ملعب المنزة ومسرح الهواء الطلق برادس، والأسعار 5 دينارات 7 10 15 و 20 دينار. بالنسبة للترتيب في مجموعتنا، صدارة لتونس 6 نقاط، مرتبة ثانية جزر القمر نقطتين، والمرتبة الثالثة بين غامبيا ومدغشقر بنقطة واحدة. واليوم في قاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية باش يكون الموعد مع الندوات الصحفية للزوز مدربين، مدرب فوزي البنزرتي باش يكون حاضر مع ماضي ساعتين ومدرب جزر القمر انطلاقا من ماضي ساعتين ونص. أيضا اليوم تتلعب مجموعة من مباريات الجولة الثالثة في التصفيات، ماضي ساعتين ناميبيا مع زيمبابوي، ثم الخامسة الكونغو مع تنزانيا، كاب فير مع بوتسوانا، غانا مع السودان، بوركينا فاسو مع بوراندي 8 متاع الليل، وأيضا 8 مباراة الجزائر مع التوغو اللي تتلعب في ملعب عنابة، 1 من 7 ملاعب مؤهلة قاريا في الجزائر. البارح بالقاهرة كانت تجريت عملية القرعة الخاصة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا اللاعبين المحليين، الشان اللي باش تتلعب في كينيا أوغندا وتنزانيا من 1 إلى 28 فيفري، تونس في انتظار تحديد القرار النهائي باش تكون موجودة في الشان مبدئيا في النسخة الحالية. منتخبنا الوطني يتأهل مباشرة للنهائيات باعتبار انسحاب الجزائر وأيضا مصر، وباعتبار تخصيص 3 مقاعد لدول شمال أفريقيا، يعني حاليا تأهل كل من تونس المغرب وليبيا. وزارة الشباب والرياضة أعلنت تأجيل جميع الجلسات العامة للجامعات الرياضية إلى حين إشعار آخر. أيضا جلسة عمل انعقدت البارح بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء هيئة التسوية المكلفة بتسيير جامعة كرة القدم، والجلسة كانت خصصت للنظر في ملف التحكيم والحلول لتغطية مصاريف تركيز تقنية الفار. في الملعب التونسي، محمد محجوب يخلف نفسه في رئاسة الفريق بعد الجلسة العامة الانتخابية اللي صارت البارح، وأهم النقاط اللي باش يخدم عليها محجوب في الفترة النيابية القادمة نسمعوها على لسان. بالنسبة لي أنا أهم نقطة مواصلة على إشعاع الملعب التونسي محليا وقاريا، هذه أهم حاجة، خاطر كرة القدم في الأخر راهي نتائج، نتائج تخلي الإنسان يعيش ويواصل. وافقنا ربي سبحانه وتعالى باش خدمنا خدمة بتضافر الجهود تاع الناس الكل، عملنا كيف حاولنا نكونوا في لو نيفو باش نجموا ناخذوا تيتر، راهو لازم تكون طالع في لو نيفو، لازم معناتها دي بتي ديتاي حاجات اللي توصلك باش تاخذ تيتر، راهو التيتر مو ساهل. رياضيا كنا قويين والحمد لله، وهذا باش يهد الناس الكل، وإن شاء الله نواصلوا ونقعدوا على المال هذا، خاطر ساهل باش التيتر باش تقعد في النيفو هذاك هو الصعيب في الاخر. نحن اهم حاجه بالنسبه نحن الملعب التونسي انه يكون ايكيليبري فينانسيرمون، يكون في لو تابلو، يكون سبورتيفمون، يكون في الكره اللي يحبها جمهور الملعب التونسي، هذا هو الخدمه نتاعنا باش نخدموها على 3 سنين. هذا نطلبوا من الجماهير باش لازم يكون عنده نومبر دي زابوني كيما ليكيبات المنافسين باش نجموا نظاهرهم، لازم نلعبوا ما غير قصان نتساكر معناتها نبيعوا لي زابونمون نتاعنا الكل، هذا اللي نطلبوا من الجماهير نتاعنا. في قوافل قفصة قائمة وحيدة مترشحة للانتخابات اللي باش تصير اليوم مع الخامسة بمقر البلدية، القائمة برئاسة السيد خالد بن نور مع كنائب رئيس كل من مراد مراد ورياض حامد وأمين نمال جلال حامد. لاعبية نجم المتلاوي أضربوا البارح على التمارين بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية منذ أكثر من شهرين.
على إثر قرار رئيس نجم المتلاوي نجيب المستير الانسحاب من مهامه على رأس النادي وبعد تعويضه في مرحلة أولى بنائب الرئيس طارق البراهمي وبالتوازي باش يتم عقد جلسة عامة تقييمية عادية وجلسة عامة خارقة للعادة نهار 21 أكتوبر من الأسماء المرشحة لرئاسة نجم المتلاوي نلقاو رابح الديناري مع الإبقاء على طارق البراهمي في خطة نائب رئيس. الترجي الجرجيسي برمج مباراة ودية نهار الأحد ضد فريق الاتحاد الليبي باش تكون مع ماضي ثلاثة بمركب المرحوم عبد السلام كازوس. في الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة أهم جاء في الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي الاكتفاء بتسعة أعضاء بدلاً على 13 في الهيئة المديرة مع التعديل في المستوى الدراسي نسمع مليح إلغاء إجبارية البكالوريا والاكتفاء بمستوى ثالثة ابتدائي يعني اللي عنده مستوى ثالثة ابتدائي نجم يكون موجود في الهيئة المديرة للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة أيضاً قبول وصل بطاقة عدد ثلاثة من المترشح مع إلزامية الأصل لاحقة. المدافع السابق للترجي والأولمبيك سيدي بوزيد بلال شبار يواصل المشوار في البطولة الليبية مع نادي الظهرة لموسم إضافي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى ذهاب تعديل أول على البرنامج يهم مباراة ملعب الفريق المنزل بورقيبة ونادي سبورتينغ المكنين اللي أصبحت تلعب نهار الأربعاء 16 أكتوبر ماضي ثلاثة في ملعب عزيز جبلة بمنزل بورقيبة. على هذا الأساس نذكركم بالبرنامج مبدئيا الجولة باش تنطلق 12 أكتوبر في انتظار بالطبيعة قرار الحكام اللي كانوا أعلنوا أنهم ما همش باش يسافروا حتى مباراة مبدئيا كيف ما قلنا الأيامات هذه. بالنسبة لل مجموعة الأولى نهار السبت ماضي ثلاثة جمعية ريانا مع أمل حمام سوسة مستقبل الوادي الليل مع مستقبل المرسى جمعية المجرين مع جندوبة الرياضية هلال مساك النادي حمام لانفا القلعة الرياضية نجم الرالسي ومكارم المهدية مع النادي القربي ثم نهار الأحد في المجموعة الثانية شبيبة القيروان هلال رديف مستقبل القصرين مع الرلوي أولمبيك سيدي بوزيد هلال الشابة تقدم ساقيت الداير مع نسر جلمة كوكب عقارب مع أمل الرقبة محيط قرقنة مع البعث الرياضي ببوحجلة والملعب الجبسي مع أمل جربة مباراة دون حضور جمهور كيف ما قلنا نهار الأربعاء 16 اكتوبر مباراه الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وسبورتينغ المكنين. نادي مولدية وهران الجزائري أعلن البارح تعيين المدرب الفرنسي المالي إيريك شيل لقيادة الفريق في المرحلة القادمة حتى نهاية الموسم. شيل هو المدرب السابق للمنتخب المالي واللي كان واجه المنتخب التونسي في كان الكوت ديفوار الأخيرة. كرة السلة بطولة البرو آ البارح تلعبت الجولة الرابعة من المرحلة الأولى نجم الرادسي كان ربح أو خسر أمام شبيبة المنازة 75-64 الدالي الرياضية بجرومبيليا تخسر أمام النادي الإفريقي 64-58 النجم الساحلي يربح شبيبة القيروان 80-74 نادي كرة السلة بالمهدية يربح نجم حلق الواد 69-58 والاتحاد المنستيري كان ربح اتحاد الأنصار 77-59. في الترتيب الصدارة للنادي الإفريقي والنجم الساحلي 8 نقاط مرتبة ثالثة للقيروان والاتحاد المنستيري 7 نقاط المركز الخامس للمهدية 6 نقاط مرتبة سادسة بين اتحاد الأنصار نجم حلق الواد الدالي الرياضية وشبيبة المنازة 5 نقاط ومرتبة 10 للنجم الرادسي 4 نقاط. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضة جمل تحيات شهير الكافي نهاركم زين. فلاش سبور إشهار اليوم كالعادة تيجيكم بون